السعادة والإيجابية عليكم جميعاً ويسعد لي مساءكم. وأخيراً رجعنا بعد غياب طويل لمواضيعنا الإيجابية، مواضيعنا المفيدة اللي أنا وإنتو مستفيد من هاي المواضيع اللي عم نطرحها. واليوم موضوع جديد منشر كتير هاي الفترة، فبدنا نتعرف على أسبابه وعلاجه. الموضوع اليوم اللي راح أطرحه هو عن الطلاق الصامت أو الطلاق العاطفي اللي بيحصل بين الزوجين. بالبداية بدنا نتعرف إيش هو الطلاق العاطفي أو الطلاق الصامت. يمكن هذا مصطلح جديد لبعض الناس. الطلاق العاطفي طبعا هي علاقة زوجية انتهت مدة الصلاحية بيناتهم، يمكن تكون مدة فترة كتير طويلة، لكنها هي بتستمر لمجرد عدة أسباب، يمكن عشان أطفالهم أو اللي يحافظوا على الشكل الاجتماعي أو المظهر أمام العائلة أو أمام المجتمع. هو مجبور أحد الطرفين أو التنين متفقين على يستمروا على هاي العلاقة لفترة يمكن تكون كتير طويلة أو لمدة معينة، متعايشين تحت سقف واحد في جو من الحزن، ما في سعادة وما في إيجابية. طبعاً الطلاق العاطفي هو عبارة عن زوجين عايشين تحت سقف واحد، ما في بينهم ولا مشاعر ولا اهتمامات مشتركة بينهم، حتى ما في ارتباط عاطفي بينهم. فالطلاق العاطفي هو من أسوأ وأخطر المشاكل التي بتحدث في الحياة الزوجية، إنه يعتبر انذار نهائي لإنهاء كل العلاقة الزوجية. بالنسبة إلنا وبالنسبة للجميع، الزواج هو علاقة مقدسة بين الرجل والمرأة، مثل باقي أي شيء بحصل في الحياة بتعرض لتغيرات، والعلاقة الزوجية بتتعرض لتغيرات، إما إنها تكون تغيرات إيجابية تزداد بينهم المحبة، السعادة، الانسجام بينهم يمكن تزيد مع مرور السنوات، وإما تغيرات سلبية راح تأثر على حياتهم مع بعض. لما تتعرض العلاقة الزوجية للارتخاء أو الضعف، طبيعي إنها راح يأثر على العلاقة بينهم، فبتبدأ الأمراض المشاكل إنها تتغلغل على هاي العلاقة، فراح تضعف لغة التواصل، لغة الحوار بين الزوجين، فبضطروا بوصلوا لنقطة نهاية. عندهم خيارين، يا إما طلاق شرعي بلا رجعة أو بالطلاق العاطفي اللي هو يعتبر من أشد وأخطر أنواع الطلاق، لكون الشريكين هم بيعيشوا تحت سقف واحد، هو مطلقان يعتبر مطلقان من غير شهود، بيعيشوا مثل الغرباء في هذا البيت، ما في علاقة بيناتهم، هم عايشين مضطرين مثل ما ذكرت لكم عشان الأطفال، وعشان حتى يرعوا الأطفال أو الحفاظ على الشكل الخارجي أمام المجتمع، أو قد تكون مصالح مالية مشتركة بيناتهم. طبعاً ما في مشكلة بهذا الكون إلا يكون له أسباب لو وصلوا لهاي المرحلة. ما هي أسباب الطلاق العاطفي أو الطلاق الصامت؟ من أهم أسبابها بيعتقدوا هدول الزوجين إنه المشكلات هي عم تحصل في بيتهم. كل الأزواج عايشين بهنا وسعادة وإيجابية، ما بتحصل المشاكل عندهم. السبب الثاني اعتبار إنه أنا أحسن منك، أنا أفضل منك، فهو عم بتعالى على الطرف الآخر وبشعر الطرف الآخر إنك أنت بالنقص. ثالثاً بتمادى أحد الزوجين، الزوج أو الزوجة، بالكذب على الطرف الآخر، دائماً عايش كله كذب، ما في إشي طبيعي، ما في إشي حقيقي بالعلاقة الزوجية، فهون بقع بخديعة الطرف الآخر. أحد أهم الأسباب تحول العلاقة العاطفية بيناتهم إلى روتين أو واجب، يعني خالي من المشاعر والحب بيناتهم. أيضاً السبب الرابع والأخير الاختلاف الاهتمامات، المعتقدات، الأهداف، المستوى الثقافي والاجتماعي بين الزوجين، مما يجعل التواصل بينهم صعب. هون فتدخل الحياة الزوجية تدخل خلاص بموت سريري، تبدأ
لحتى تموت العلاقة بيناتهم. هون خلص بيختفي شعور الأمان، بيختفي شعور الحب بيناتهم، خلص موت سريع قبل ما تنتهي العلاقة بشكل نهائي. فأهم الأسباب اللي بتوصل للطلاق العاطفي. هلا السؤال القوي إنه أنا كيف بدي أتخطى هاي المرحلة؟ كيف الزوجين الذكيين لحتى يحافظوا على هاي العلاقة المقدسة وما توصل للموت السريري، ما نوصل للطلاق العاطفي، كيف بدي أتخطى هاي المرحلة؟ لما يشعر الزوجين إنه بلش الفتور يتخلخل في علاقتهم، يفضل إنكم تزوروا أخصائي أسري بشكل سريع إذا ما قدرتم تتخطوا هاي المرحلة لحتى يساعدكم بالعلاج. ثاني إشي محاولة تحاولوا إنكم تفهموا حقوق وواجبات الطرف الآخر، بدك تفهم مشاعره، بدك تفهم احتياجاته، بدك تفهم مشاكله، بدك تحاول تعرف أدق التفاصيل بالطرف الآخر. ثالث نقطة الحوار، الحوار الحوار مهم جدا بين الزوجين، لكن المهم إنكم تراعوا الوقت المناسب لحتى تعرفوا متى تحكوا. كيف تتخطوا هاي المرحلة؟ مهم جدا العلاقة العاطفية بين الزوجين إنها هي عبارة عن إنه الواحد يستمتع، يحب الطرف الآخر، يسعد الطرف الآخر، مش روتين يومي وواجب عليك. نقطة مهمة، شكرا يسلموا إذا أنت حكيتها بشكل إيجابي أو حكيتيها بشكل إيجابي لأي إنسان، إلها كتير أثر حلو. كيف لما تكون من قبل شريك حياتك أداه، إلها أثر كتير كبير بنفسيتنا. شكرا على فنجان القهوة، شو يعني لو حكينا كلمة شكرا لزوجك أو لزوجتك؟ حلو إنه يعترف الطرف الآخر، الطرفين يعني لا الزوجين، إنه أنت كتير مهم بحياتي، أنا مش مجرد إنك أنت الزوج أو زوجة علي حقوق واجبات إني بأديها، لا، إن أنا فعلاً أنا ما بقدر أستغنى أو أستغنى عنك بحياتي. ثانياً في نقطة مهمة إنك تخاضوا عن بعض الأخطاء، مش تركزوا على كل كبيرة وصغيرة. نقطة ثانية كيف بدك تخطى هاي المرحلة، إنك تهتم بمشاعر شريك حياتك. لما هو يعبر لك إنه هو مبسوط أو هو حزين، حاول إنك تهتم فيه، ما تتجاهل مشاعره، ما تقول آه خلص هاي تعودنا إنه هاي ممكن تكون حزينة أو تكون مبسوطة، خلص خليها بحالها. النقطة الأخيرة الضحك، الضحك، الابتسامة. الابتسامة مثل ما بنحكي إنه هو داء لكل مشكلة. لما يتحلى أو يكون عند أحد الطرفين الزوج أو الزوجة عندهم يكون عنده مرح، راح يتجاوز المشاكل، راح يتجاوز الأمور الغير إيجابية. شو السبب صراعاتنا إحنا بهاي الحياة؟ إنه إحنا منضخم الشغلات الصغيرة وبتصير كتير كبيرة، يعني مشكلة تافهة صغيرة بتصير كبيرة. لكن لما يكون في روح الضحك، روح الدعابة في العلاقة الزوجية، يمكن إحنا نتجاوز هاي المشكلة وهاي الزرع وننساها ونحلها بأبسط علاج. أنا سابقاً أذكرت لكم إنه كيف بدنا نتجنب إنه نوصل أو كان في بدايته للطلاق العاطفي، لكن في علاقات زوجية ما قدروا يتخطوا أو يتجنبوا إنه يوصلوا للطلاق العاطفي، في علاقات زوجية فعلاً وصلوا للطلاق العاطفي. لكن هل في علاج للطلاق العاطفي؟ نعم في علاج، إذا تعالج بالطريقة الصحيحة في أمل إنها ترجع لمسار الطبيعي للحياة الزوجية، ورح أذكر لكم أهم الطرق للطلاق العاطفي. النقطة الأولى من العلاج هو الاعتراف. مدام إنك اعترفت وصلت لنصف مرحلة العلاج، الاعتراف الزوجين إنه في فيروس فعلاً دخل للعلاقة الزوجية عمل على إعاقتها، مش قادرين يتطوروا. فلذلك على الزوجين إنهم يتفقوا ويبذلوا أقصى ما لديهم لحتى يقضوا على هذا الفيروس، لحتى يستعيدوا حياتهم الزوجية بشكل كامل ولمسارها الطبيعي. النقطة الثانية أهم شيء الصراحة، الوضوح في التعامل بين الزوجين لحتى يتمكن الطرف الآخر من أنه يفهم شو في عنده مشاكل، حتى يفهم. ما رح يفهم أنه هو شو شعر أو أنا حسيت المفهوم يفهم علي، لا، صارحي احكي لحتى أنا أعرف شو احتياجاتك، شو أفكارك، شو مشاكلك، شو مخاوفك.
شو المخاوف اللي عندك لحتى انا افهم العلاقه بشكل كامل وصحيح. النقطه المهمه مثل ما ذكرت سابقا الحوار مهم جدا، التفاهم بين الزوجين، حلو الحوار بشكل هادئ لكن في الوقت المناسب لاحدى الزوجين، انه ما نخلي حوارنا تجريح وإهانة واتهام انت 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 انت، لا خلص بدنا نتعدى هاي المرحلة بعد ما اعترفنا انه في شيء فيروس او خلل دخل علاقتنا. فاحنا هون بدنا يكون في لغة حوار، لغة نقاش راقية محترمة. حلو ايضا من اهم نقط العلاج انك تقدر زوجك او تقدري زوجك على الاعمال اللي بيقدمها في هذا المنزل او بيقدمها الك او الك مهما كانت بسيطه، تحاولي تقدري تشكري لانه هذا بيعزز العلاقه الزوجيه بشكل كتير ايجابي. طبعا من اهم ركائز العلاقه الزوجيه الاحترام، حلو انك تحترم العلاقه الطرف الاخر، بدك تتجنب انك تهين او تشعر الطرف الاخر بالنقص. انتوا زوجين في البيت مش اعداء، يعني حلو انك تشعر انك انتوا مكملين لبعض مش عدوي، يعني انك امنحوا الاهتمام. ايضا الاهتمام بالعلاقه الخاصه بين الزوجين، وبدنا نشيل افكار انه او نشعر الطرف الاخر انه هذا مجرد تاديه واجب لغير. ايضا حلو انه بينك اي زوجين كنت تشاركوا مع بعض الهوايات الاهتمامات، حلو كلكم مثلا تشاهدوا فيلم مع بعض، مش كل شيء كل واحد لحاله في البيت. انا 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 الحياه الزوجيه بدها تنازلات، بدها شوي من هون وشوي هون لحتى تمشي العلاقه الزوجيه، مش انا وانا، يعني عباره عن زوجين بس انه الحياه مش مجاكره، الحياه الزوجيه تكامل. شو اكثر شيء بجمد العلاقه الزوجيه؟ هو الروتين. حاول انت كزوج او كزوجه انكم تدخلوا شيء جديد لهاي العلاقه الحياه الزوجيه لتكسروا هذا الروتين. مثلا حلو بنهايه الاسبوع انكم تروحوا تحضروا فيلم او تروحوا على حديقه او تتمشوا، يعني شغلات بسيطه، مش شرط انه شيء كثير كبير لحتى يكسر الروتين. يعني مثل ما كان تتساوي في ايام الخطبه بترجعوا تعيدوها بايام الزواج، مش ايام الخطبه شيء وايام الزواج شيء. ايضا كمان نقطه كثير مهمه انك بدك تتقبل الطرف الاخر بعيوبه، لانه احنا مش معصومين عن الخطا، طبيعي جميع البشر بيخطئوا، مش انا اذا اخطأ بدك تمسك علي وضلك تعايرني او انا اعاير زوجي طول العمر انه انت اخطأت. احنا بشر بالنهايه، طبيعي بدنا نخطأ، وما في علاقه زوجيه خاليه من المشاكل، كل بيت فيه مشاكل، هذا اشي طبيعي. وهيك احنا انهينا موضوعنا اليوم، شرحت لكم بشكل مبسط ايش الطلاق العاطفي لهذا المصطلح او الجديد او الطلاق الصامت، شو الاسباب او احنا كيف بدنا نتجنب هاي المشكله، او شو طرق العلاج كيف نعالج هاي المشكله في حال انه احنا وصلنا لها. فبتمنى ان شاء الله اكون افدتكم وافدت الازواج اللي عم بيعانوا او هم بالطريق للطلاق الصامت. وبتمنى لكل علاقة زوجية حياة زوجية سعادة إيجابية، لأنه هذا كل شيء بيأثر. قبل ما نفكر بأنفسنا نفكر بالأطفالنا الموجودين بالبيت، لأنه هو رح يأثر بشكل كتير سلبي على أطفالنا، كآبة قلق توتر لما نشوف أطفالنا كآبة الزوجين، طبيعي أنها رح تأثر على أطفالنا. فبتمنى حياة زوجية إيجابية إلنا وإلكم، يسعد لي مساكم.